خبر عاجل من حضرتك، أو دعني أسميها بشارة حتى تفرحهم، على اعتبار أن لديهم الكثير من النكسات على الصعيد الخدمي فيما يتعلق بالكهرباء، الماء والطرق وحتى الإنترنت مؤخرا. وأيضا هنالك جانب آخر أثير اليوم في الديوانية، وهو حمل السلاح بشكل عشوائي. هل لك أن تعطينا شيء خاص لأهالي الديوانية تبشرهم به؟ اولا ماكو يعني هذا الخبر مع الحمل السلاح بشكل عشوائي، القانون منضبط في الديوانيه بشكل تام، هاي واحد. اثنين، العمل التنموي يعني قلل عندنا الفجوات، عملنا خلال 3 سنوات الفجوات قلت من 70 إلى 40 إلى 35 تقريبا بالمية. العمل مستمر، لكن كانت عندنا مشكلة في المركز والحمد لله تم حلها، وأما العمل راح يكون جاري لها. دولة رئيس الوزراء حمل أمانة لأهالي الديوانية أن يكون حقيقة ينظر إلى الفلاحين، لأنه مدينة زراعية، الديوانية مدينة زراعية أكثر من 70% يمتهنون الزراعة. هناك إن شاء الله اعتناء بالواقع الزراعي في المحافظة، أيضا المشاريع المتلكئة اللي هي أسبابها إدارية ومالية أيضا سوف شكل فريق، وهذا الأسبوع سيكون موجود في الديوانية لغرض حل هذه المشاكل والمعوقات. أيضا هناك فريق خدمي الهندسي الذي شكله مؤخرا دولة رئيس الوزراء سيتجه إلى الديوانية لغرض أنه بعض المناطق التي لن تدخل في الأمن الغذائي سيكون هناك عمل فيها. أيضا هناك عناية بعملية الرعاية الاجتماعية التي هي الآن تجري بشكل غير مبرمج، وأيضا في عائق بيننا وبين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للوصول إلى الفقير بشكل مباشر. أوعدنا إن شاء الله أكو فريق راح يجي يكون العمل الغرض أنه شمول عدد أكبر من المحتاجين. تعرف المدينة تحت خط الفقر وفيها تحتاج إلى الرعاية الاجتماعية أكثر، فهناك كثير من الأمور تم الاتفاق مع دولة رئيس الوزراء على أنه الديوانية والمثنى ستكون العناية الأولى في برنامجي الحكومي للانتشال من خط الفقر والنهوض بها إلى واقع أحسن.